بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من برنامج الاشبال. قبل ما نروح نتكلم عن برنامج الاشبال النهارده واخبار الناشئين في الصحف في المواقع والتقارير كمان اللي موجوده معانا، ومعانا كمان تغطيه خاصه لبطوله الصيد، حابب الاول ابارك للنادي الاهلي، جماهيره، مجلس ادارته، لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني على التاهل لدور الثمانيه في بطوله دوري ابطال افريقيا. امبارح كانت لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني فعلا على قدر المسؤوليه وكانوا في الميعاد. امبارح ما شاء الله لعيبه النادي الاهلي يعني ظهرت روح الفانيلا الحمراء، كانوا بيمتازوا بشخصيه النادي الاهلي اللي دايما بتميز فريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي. قبل المباراه كانت الظروف مشحونه وكانت الاجواء مشحونه شحن كبير جدا. طبعا كان في صفحات على السوشيال ميديا من فرق منافسه كانت بتشحن الفريق السوداني ضد لاعبي النادي الاهلي في مباراه السودان. امبارح في مباراه الاهلي امام الهلال السوداني النادي الاهلي ليه امال كبيره، وايضا فريق الهلال السوداني كان ليه امال في الصعود. لكن وانا كنت هنا موجود في قناه النادي الاهلي في ملعب الاهلي مع كابتن اسلام الشاطر واحنا بنحلل يعني مباراه النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا وايضا في مباراه الدوري، كنا دايما بنثني على لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني، حتى بالرغم لما كان في صعوبات في بدايه المشوار امام النجم الساحلي في رادس وخساره النادي الاهلي، انا شخصيا طلعت وقلت انا كل ثقه ان شاء الله في لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني ان احنا ان شاء الله هنصعد بعد كده للادوار التاليه. لما الموضوع تازم اكتر مع التعادل في مباراه بلاتينيوم وبدات الناس يعني يتسلل ليها الياس شويه، طلعت برضو وقلت إن شاء الله عندنا ثقة في لاعبي النادي الأهلي وجهاز الفني. الثقة اللي جات لي دي جات لي من المردود السابق اللي أنا بشوف عليه لاعيبة النادي الأهلي اللي بيأدوا فيه من خلال مباراة الدوري وأيضا من خلال مباراة دوري أبطال أفريقيا. النادي الأهلي مع ريني فايلر بيقدم مستويات رائعة، ما شاء الله بيقدم مستوى ثابت في الدوري الممتاز. 12 مباراة لعبها النادي الأهلي كسب 12 مباراة، محقق العلامة الكاملة. أيضا في دوري أبطال أفريقيا برغم الخسارة أمام النجم الساحلي لكن النادي الأهلي أدى مباراة رائعة في بداية المشوار، وكمان الناس كلها أثنت على لعيب النادي الأهلي وأشادت بالجهاز الفني. أكيد ممكن يبقى في يوم بره الفورمة الدي أوف بتاع اللعيبة وبتاع الجهاز الفني، ده كان موجود في مباراة بلاتينيوم، لكن من الحمد لله من حسن حظنا إن إحنا النادي الأهلي تعادل في المباراة، وكانت النقطة دي نقطة مهمة جدا في مشوار بطولة دوري أبطال أفريقيا. لما جت الظروف قبل مباراة الهلال السوداني وعايز اركز على النقطة دي. قبل ما نروح مباراة الهلال السوداني بدأت الصفحات وبدأت الألوان الأقلام المتلونة تشحن في جمهور الهلال السوداني، بالرغم إن دايما علاقة الأهلي والهلال السوداني ممتازة على مدار التاريخ. وأنا واحد من الناس رحت السودان لعبت سواء مع النادي الأهلي أو مع منتخب مصر، الناس هناك بيشيلونا على كفوف الراحة، بنتعامل أفضل معاملة. لكن تاني الصفحات المتلونة اللي بدأت تحط السم في العسل، وأيضا لاعب كرة إعلامي يعمل في أحد قنوات الأندية برضو ساعد في هذا الشحن ومشي في هذا التيار. هل عايزين واحد اتنين يتكرر تاني؟ واحد اتنين اللي احنا عانينا منه في الكرة المصرية على سنوات طويلة 8 سنين وعشنا نفس المأساة من 1/2/2012، حابين الموضوع يتكرر تاني لكن الملعب يكون مختلف ويكون برضه نفس النادي الاهلي هو موجود في الاحداث؟ كنتوا حابين تكون الصوره دي؟ انا رسالتي هنا من برامج الاشبال، اتقوا الله في بلدكم واتقوا الله في النادي الاهلي وراعوا ضمايركم. لكن الحمد لله لعيبه النادي الاهلي كانوا على قدر المسؤوليه. امبارح النادي الاهلي يستحق مش التعادل، لا يستحق المكسب. النادي الاهلي فعلا امبارح كانت اللعيبه رائعه، كان عندهم شخصيه لعيبه النادي الاهلي. ايضا الجهاز الفني ريني فايلر، والراجل ده لازم اقف عنده شويه، لازم اديله حقه. فعلا احنا عندنا مدرب كبير، مدرب طموح، مدرب كل مباراه عن الثانيه بيقدر يطور نفسه، بدا يتعرف اكتر على الظروف الافريقيه. ولما بنقول مدرب يتعامل مع الظروف الأفريقية فعلا دي نقطة مهمة جدا، يقدر يتعايش. وكانت مباراة بلاتينيوم كانت نقطة مهمة جدا لفايلر في مشواره الأفريقي،
بارح قدر يتعامل مع المباراة تعامل فني جيد جدا، قدر يوظف اللعيبة توظيف مهم، وأيضا كل مباراة ليها اللعيبة اللي بتمتاز بيها. فمن هنا بنحيي لعيبة النادي الأهلي، بنحيي ريني فايلر، وقبلهم بنحيي الجمهور اللي كان موجود في ملعب المباراة امبارح، جمهور النادي الأهلي اللي دايما بتلاقيه متواجد في كل مباراة في أي مكان. كنا بنروح القطن الكاميروني في أقصى مكان في الكاميرون وتلاقي جماهير النادي الأهلي موجودة، روح اليابان بتلاقيهم موجودين، لو روحنا لعبنا مباراة في القمر هتلاقي جمهور النادي الأهلي موجود. جمهور فعلا بيحب فريقه، دايما بيساند ودايما بيدعم. لكن اللقطة الأحلى بقى امبارح كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ودوره الأبوي ودوره القيادي ودوره المهم جدا إنه يترأس بعثة النادي الأهلي في مباراة صعبة، مباراة مهمة، مباراة مصيرية، وأيضا مباراة مليئة بالضغط وبالشحون، إنه يكون متواجد امبارح في المباراة، إنه امبارح ما بيغادرش المباراة أو ملعب المباراة إلا آخر واحد لما يطمن على أولاده، على جمهور النادي الأهلي. فضل طبعا مع سيادة السفير اللي بنقدم له كل التحية وكل الشكر هنا من قناة النادي الأهلي، سفير مصر في السودان اللي قام بدور كبير جدا، كل السفارة امبارح كان موجود مع الكابتن محمود الخطيب، وهو بنفسه قال الكابتن محمود الخطيب أصر إنه ما يغادرش ملعب المباراة إلا لما يطمن على جمهور النادي الأهلي. السفير حسام عيسى بنوجه له هنا كل التحية وكل الشكر، كل رجال السفارة اللي قاموا بدور كبير جدا ومجهود كبير جدا. امبارح برضو عجبني قوي يعني تفاؤل الجمهور وتفاعلهم على السوشيال ميديا ودعمهم كمان لعيبة النادي الأهلي. بمجرد النادي الأهلي بقى في المستوى الثاني أو الترتيب الثاني أو المركز الثاني وهيقابل مين، بدأت نغمة حلوة جدا بسطاني وعجباني، كل الدعم للعيبة، قالوا البطل فعلا اللي يقابل أي حد. خاصة النهاردة كل الفرق اللي تأهلت في الأربع مجموعات فرق قوية، فرق كبيرة، لما نتكلم عن نادي الزمالك، نادي مازيمبي، الرجاء، الوداد، سان داونز، كل الفرق، الترجي يعني صعد من مصر فرقتين، من تونس فرقتين، من المغرب فرقتين، ومازيمبي وسان داونز، هي دي الفرق اللي تأهلت. لو شفنا تاريخ كل الفرق ما شاء الله النادي الأهلي بيتصدر القائمة في دوري أبطال أفريقيا 8 بطولات، صاحب النصيب الأكبر في بطولة دوري أبطال أفريقيا النادي الأهلي 8 بطولات. الزمالك يأتي في المرتبة الثانية 5 بطولات، مازيمبي أيضا في المرتبة الثانية أو الثالثة 5 بطولات، ترجي 4 بطولات، والرجاء 3 بطولات أفريقية، والوداد بطولتين، والنجم الساحلي وسان داونز كل واحد فيهم له بطولة. 8 أبطال في دور الثمانية في بطولة أفريقيا. إن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي، كل التوفيق للاعبي النادي الأهلي، كلنا ثقة في لعيبة النادي الأهلي والجهاز الفني. وارجعوا للتاريخ، النادي الأهلي في سنين كان بيطلع المركز الثاني وكان بيحصد البطولة. إن شاء الله أنا متفائل من هنا، متفائل بجمهور النادي الأهلي اللي أنا شفته في مباراة النجم الساحلي، كان وحشنا جدا جمهور النادي الأهلي اللي كان من أول دقيقة لدقيقة 90 بيدعم وبيشجع وبيحفز فريقه. إن شاء الله هيكون ليه عامل السحر أيضا والدعم في دور الثمانية، وإن شاء الله البطولة الوحشة لعيبة النادي الأهلي وفريق النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي إن شاء الله قادرين إنكم تقدروا تحققوها مرة تانية.